وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. من مسرح الإذاعة المغربية فرقة التمثيل تقدم اللهم اجعلني مستأنسا بالوحدة عن جلساء السوء، واجعلني تقيا ولمغفرتك ساعيا وبعطائك راضيا. جارات أبي موسى. جارات أبي موسى مسلسل الإنساني في حلقات عن قصة الأديب الأستاذ أحمد توفيق، اقتباس وحوار محمد أحمد البصري، إخراج الهشم بن عمر. الحلقة الثامنة. لو كنت أعلم أن نسرا كريها سيخطفها من وكرها لكنت زوجتها لابننا دحمان، وما كنا لنصل إلى ما وصلنا إليه. من أجل بقائك على كرسي القضاء ضحيت بالكثير، كأن هذا الكرسي سيدوم لك أبد الدهر. كل شيء إلى زوال، ما أسعد البسطاء لو يعلمون. لا تحصر على الماضي ولا الأسى ينفعان، الآن تصرف بحكمة، فإن شامة تواجه ما سطر القدر لها، أما ابننا فتعاسته تزداد مع تلك الأفعى، ولتجنب خطورة ما قد يحصل تصرف بحكمة وبأسرع ما يمكن. من تراه يتجرأ على طرق باب بيت نومنا؟ ألا نرتاح لا في النهار ولا في الليل؟ اللهم أسمعنا خيرا. من؟ من حضر؟ أنا زهرة يا مولاتي. ماذا جد يا زهرة؟ سلمني سيدي دحمان هذه الورقة لسيدي القاضي، وألح علي أن أعطيها له الآن. مرحبا بكم. حسنا، انصرف. محبي مسلسلات إذاعية مغربية. رسالة من دحمان. هاتها. سيدي الوالد، أخذت من متاعي ما خف وزنه وغلا ثمنه، وقررت الهجرة إلى بلاد الله الواسعة. لست أدري أين ستحملني الأقدار، قد أختار الشرق وقد تجذبني بلاد الغرب والأندلس. ربما يطول غيابي لعدة سنوات، وزوجتي طالق طالق طالق، ولا رجوع فيما اعتزمت عليه وداعا. حصنوا الخيمة جيدا، الرياح قوية جدا يا مولاي. أين الأوتاد القوية؟ ابحثوا عن مغارة أو أي مكان يمكن التحصن به. لا تخرجي إلى العراء يا ورقاء، ابقي بالداخل حتى نرى ما يجب فعله. أخاف الرعود القاصفة وكذلك السيول. يا إله الرحمة. لا تخشي شيئا، سيمر كل شيء بسلام. اللهم الطف بنا، اللهم الطف بنا يا رب. ايه انتما، هل وجدتما مكانا ما؟ الظلام دامس الا من ومضات البرق، انه الهول، الامطار تجرف كل شيء من متاعنا. ابحثوا عن ربوة خريبة نتسلقها. هذه هي النهاية، الخيمة تهتز اهتزازات عنيفة. ماذا أسمع؟ الخيمة اقتلعت الرياح العاتية. ورقاء أين أنت؟ هل تسمعين؟ ورقاء، ورقاء أين أنت؟ ما هذا الهول؟ ما هذا الهول يا إلهي؟ ورقاء، ورقاء. ماذا أرى؟ ساعدوني أنتم، ساعدوني لإنقاذ مولانا القاضي أرجوكم. أين هو سيد القاضي؟ أين هو القاضي؟ أين هو؟ اسمعي يا ابنتي، زوجك ليس في حالة طبيعية، فلا تعتبري ما تفوه به في ثورة غضب ساري المفعول. ولكنه ألقى بكلمة الطلاق بالثلاث وعلى مرأى ومسمع من بعض الخدم. طلاق المرفوض
بحكم حالته في لحظة لم يتحكم فيها بعواطفه وشعوره، وهذا يحدث كثيرا بين الأزواج. وعندما تهدأ ثورة الغضب يحصل الندم. اصبري يا ابنتي، فأنت العاقلة الرزينة، وإن مولانا القاضي سيتولى إعادة المياه إلى مجراها الطبيعي. ولكنني أريد الذهاب إلى عائلتي لأرتاح ولو لمدة قصيرة في انتظار ما يصدره حكم الشرع في أمري. أمهليني بضعة أيام لأنظر في المسألة، فالتسرع في مثل هذه الأحوال غير مجد وليس في مصلحة أسرتينا. صدقني يا سيدي العادل، أنا هنا أشعر بالاكتئاب والاختناق، لم أعد أطيق الصبر، فأنا بشر وحس بطعنة الإهانة في القلب والجوارح. لا تحملها يا مولاي ما لا طاقة لها به. ضحى تسافر إلى أهلها بضعة أيام حتى يصفو الجو وتسترد هدوء نفسها، لا بأس في ذلك، والأمر لسيده. لكن كل ما أرجوه منك يا بنيتي هو أن لا تتشبتي بأبغض الحلال عند الله. ما هي سوى سحابة صيف ستمضي ويعود الصفاء إلى القلوب. أرجو ذلك فعلا، فلا نريدها منك رحلة غضب وقطيعة، بل رحلة ضيافة عند الأهل لإحياء صلة الرحم. والله فكرة طيبة، وسوف تحملين إلى والدك سهرين العزيز في موكب بهيج يليق بمقامك عندنا، مع هذا يا قيمة تكون بعون الله في مستوى ما نكنه لأسرتك من محبة واعتبار. شكرا لكم، شكرا لكم على هذه الأريحية والكرم، فليفعل سيدي ما يرى. وتأكدي من أن ابننا دحمان زوجك وحبيبك هو من سيعيدك إلى بيتك معززة مكرمة كما جئت أول مرة. دعيني أقبل جبينك وأضمك إلى صدري، فأنت عزيزة وغالية لو تعلمين. أشعر بالعياء وبقدمي لا تستطيع الوقوف. استريحي يا عزيزتي، لابد من تفقد المكان الذي نحن فيه. بدأت العاصفة تهدأ قليلا. بل نحن من ابتعدنا عن منطقتها، أنسيت أننا أمضينا الليلة في المشي فوق الروابي وكم تسلقنا من مرتفعات؟ لولا رعاية الله لكنا في عداد المفقودين. وما العمل الآن وليس لنا زاد ولا طعام؟ يعلم الله ماذا وقع لبقية القافلة، والقاضي وشامة فاجعة كبيرة، عرس مشؤوم وعروس نحس، كدنا ندفع أرواحنا بثمن بخس. قدماي، إنني أموت جوعا. صبرا أيتها الأخت الثرثارة، فليست العروسة منحوسة ولا العرس مشؤوما، تلك مشيئة الله يفعل ما يشاء. يبدو أن خيوط الشمس بدأت ترسل أشعتها من وراء الأفق لحظات. وأرى وجهك الصبوح. بدأت تكشر عن أنيابك أيها الذئب، ارفع يدك عني. لا تخافي، ألم نكن على وئام ساعة المحن؟ ولازلنا نعاني منها، إنني أموت جوعا قلت لك. دعينا أولا نفكر فيما يجب عمله. وما الذي نستطيع عمله ونحن في وضع لا نحسد عليه؟ إننا يا ربنا كما خلقتنا. أما أنا فلدي من المال ما يكفينا لقضاء رحلة شيقة ممتعة. أنت عندك المال؟ بكل تأكيد، فقد تمنطقت به قبل الرحلة من سنة وتدبرت أموري جيدا، وكنت أحرص عليه أكثر من حرصي على حياتي. انظري كيف؟ أنت الخادم الحقير، تملك كل هذا المال يا إلهي، وبعض الجواهر والنقود الذهبية. استوليت على هذا كله أثناء العاصفة، لا شك في ذلك، وإلا من أين جاءك كل هذا إن لم تكن سرقته؟ لا تحتقر الرجال يا مغرورة،
كنت أدخر كل أجري وأحرم نفسي من أجل جمع المهر. المهر؟ لمن؟ لمن ترضى بزوجا. ماذا قلت؟ إذا كان الأمر كما تدعي فلن أرفضك زوجا على سنة الله ورسوله. إذن اتفقنا. لم نتفق بعد. سأقبل بك زوجا إذا طلبتني من سيد القاضي. هذا إذا كان لا يزال على قيد الحياة. أما إذا كان العكس لا قدر الله، فبمن أطلب يدك؟ ساعتها أزوجك نفسي بحضور عدلين وبعض الشهود، فأنا وكما تعلم يتيمة الأبوين ولا أعرف لي أهلا ولا أقارب. حسنا، بمجرد ما تشرق الشمس وهي على وشك ذلك سأبحث لحبيبتي عن شيء تأكله، وبعد ذلك سنعود من حيث جئنا للبحث عن بقية القافلة. دعني أسترح قليلا وبعد ذلك أرافقك. لن أدعك تذهب وحدك وتتركني في هذا الخلاء، فقد أصبحت ومنذ اللحظة ملكا لي وحدي. نموت معا أو نعيش معا. قد نلتقط بعض مناجته بصوت واضح إذا لم يشعر بوجودنا. لا، لا تحاول اقتراب منه أكثر. إننا نتبين جيدا ما يدور في مغارته ويمكننا الاستماع إليه. أنا بصراحة رافقتك لا عن اقتناء بما تقوله في حقه، وإنما من باب الفضول ومحاولة معرفة ما يدور في هذا الزمان من غرائب وعجائب. قلت لك إن أبا موسى رجل بركة يستحق وقفة تأمل واهتمام. انظر انظر، لقد وقف يتأمل البحر والسماء والمحيط، يرفع أكفه. دعنا نقترب قليلا. اللهم اجعلني مستأنسا بالوحدة عن جلساء السوء، ومن المستقبلين الراضين بالبلاء بالدعاء والحمد لك، ولا يحمد على مكروه سواك. واجعلني ربي من المتواضعين عن رفعة، والزاهدين عن قدرة، والمنصفين عن قوة. واللهم اجعلني تقيا ولمغفرتك ساعيا وبعطائك راضيا. أسمعت؟ أجل أجل، هذا رجل مؤمن يناجي ربه في خشوع. إن بعض الظن إثم، وستراه يصلي بمجرد ما يدخل وقت الصلاة، وكأن به يسمع الأذان بقلبه لا بأذنيه، والمسجد بعيد عن هذا المكان كما ترى. سبحان الله، سبحان الله في خلقه. هيا بنا قبل أن يفطن إلى وجودنا فنكدر عليه صف هدوئه، وليغفر الله لنا هذا التجسس والفضول الكريه. هيا هيا، هدئ من روعك يا فتى وتكلم. انتظر قليلا. تعال أنت. نعم سيدي. قل لأهل الدار أن يحضروا طعاما وكساء دافئا لضيفنا، إنه في حالة لا يحسد عليها. حالا سيدي. احكي لي بالتفصيل ماذا حدث للجوراء ورجاله وزوجته وخدمه. فاجعة يا مولاي، فاجعة كبرى. لم أتمكن من معرفة ما حصل بالتفصيل. كل الذي وقع عندما وصلنا إلى منطقة قريبة من تفلفلت المشرفة على نهر بهت، اكفهرت السماء وأخذت الرياح العاصفة تهب بسرعة تفوق سرعة البرق، تقصف الأشجار قصفا مريعا. أدركت أن خطرا محدقا بنا آتيا لا ريب فيه، فخفت على نفسي وقررت أن أعود من حيث جئت. فالرباط وسلى أقرب نقطة من فاس، فقضيت الليل بأكمله أصارع الرياح، أزحف تارة وأركض طورا وأقاوم السيول الجارفة والرعود المريعة، وأنا أبتهل لله أن أصل إلى مأمن ينجيني من النهاية المحتومة. ووصلت أخيرا، هذا كل ما تعرف؟ قررت أن أحمل لمولاي ما حدث لينظر في الأمر،
والذي أستطيع تأكيده هو أن الكثير من الأشجار اقتلعت وطارت بعض خيامنا، وخرجت مياه الوادي عن مجراها الطبيعي لتجرف البهائم والأمتعة، وكانت صرخات رجال ونساء قافلتنا تلقي الفزع في القلوب. لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفت سلا أيضا بعض الأمطار والرياح، لكن بشكل عاد ومألوف، مثل هذه الأيام في فصل الربيع يسميها العامة بالمنزلة. الطعام واللباس يا سيدي. خذ ضيفنا ليرتاح ويأكل بعض الطعام ليسترد قواه، وبعد ذلك ننظر في هذا الأمر. شكرا لكم يا مولانا. شكرا. كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثامنة من مسلسل جارات أبي موسى. شارك فيها حبيب المذكوري، الهاشمي بن عمر، أنور الجندي، جمال بن شيبة، سعاد الرتبي، عبد الحق بن مجاهد، محمد الطالب، فريد الرقراقي، ياسين أحجام، وإكرام البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقة الحسين الخرمودي وفاطمة اليتيمي. ميكساج ومونتاج حميد زيان.